نقود يعني ورقية، هذا يعود إلى عمليات تقنية محضة تعود إلى البنك المركزي، ولكن عادة ما نسجل وما نؤرخ لتاريخنا في مناسبات عزيزة علينا أن نصدر يعني ورقة نقدية بمناسبة الذكرى أول نوفمبر وبمناسبة انعقاد القمة العربية. وهذه العملية لها رمزية من ناحية يعني من ناحية الرمزية، لأن النقود تعبر عن هوية الدولة وتعبر عن ثوابت الدولة وتعبر عن سيادة الدولة. وما دامنا نتكلم عن السيادة، في الحقيقة فيه كثير من الأطراف لم يروقها وتدخلت بقوة واحتجت يعني مع الأسف لصدور الورقة النقدية لألفين دينار أو ألف دينار كما نالت هذا الاهتمام وهذا يعني هذا الجدل حول الكتابة ألف دينار ثم باللغة الإنجليزية. فكانت هناك أطراف لم يروقها أن تصدر الجزائر الحرة المستقلة، الجزائر بسيادتها أن تكتب بأي لغة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.